السلام عليكم واهلا بيكم وحلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك واخر تحديث لاسعار بورصة الدواجن النهاردة. وقبل ما نبدأ لايك للحلقة والشير علشان الكل يستفيد واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيه لضمان وصولكم الحلقات الجديدة كل يوم بالاسعار الجديدة. والنهاردة عندنا اسعار الدواجن النهاردة من قلب المزارع وقطاعي من داخل المحلات في مصر. وقبل ما نبدأ الحلقة نسبة حضور بالصلاة على الحبيب الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وأي حد عنده سؤال يكتبه لنا في التعليقات وبإذن الله بنرد على جميع التعليقات. وتعالوا بينا نبدأ النهاردة بأسعار الفراخ البيضة، وفيها ارتفاع مفرح جدا جدا لكل المربين علشان يعوضوا الخسائر بتاعت الفترة اللي فاتت. وبقالنا فترة بنقول يا جماعة للمستهلك انتهزوا الفرصة واشتروا فراخ وخزنوها، الفرصة مش هتيجي تاني. وبالفعل النهاردة زيادة كبيرة جدا للفراخ البيضة بعد ما كانت من يومين ب61 ل62 أرض المزرعة، والنهاردة التنفيذ 66 جنيه ل67 جنيه أرض المزرعة. خلي بالكم ما تبيعوش بأقل من كده، يعني النهاردة في ارتفاع مفاجئ 5 جنيه في الكيلو الواحد. يعني المربي الشاطر اللي مطلع وزن 2 كيلو ونص النهاردة، السعر الفرخة الواحدة النهاردة بين يوم وليلة زادت معاه 12 جنيه ونص. وخلي بالكو الزيادة اللي في الأسعار دي بتظهر مع كل بداية كل شهر، بتظهر مع قبض الموظفين لرواتبهم، وده بيعمل طلب ورواج في السوق وبالتالي رفع للأسعار. وقلنا كده قبل كده كذا مرة، وركزوا في الحكاية دي، مع كل أول شهر هتبدأوا تلاقوا أسعار الفراخ بتعلى. والحاجة التانية كمان فيه نزول كبير جدا لأسعار الأعلاف، وبيوصل الطن النهاردة نزول حوالي 1000 جنيه الطن الواحد، وده بيعمل سحب على الكتكوت وزيادة في أسعار الكتكوت. فاللي حابب كمان ينزل كتاكيت ما يستناش، لان الفترة اللي جاية هيبقى برضو فيها ارتفاع كبير جدا للكتاكيت. واتكلمنا في الموضوع ده بقالنا اسبوع يا جماعة، بنقول الكتاكيت هتبدأ ترفع، اللي محتاج ينزل كتاكيت ما يستناش وما يطمعش ان الاسعار تنزل اكتر من كده، لانها فعلا هتبدأ ترفع بجد بداية من الاسبوع ده وكمان اسبوع جاي بإذن الله. طيب تعالوا بينا نبدأ بتنفيذات البورصة النهاردة. أرض المزرعة النهاردة الفراخ البلدي 84 جنيه أرض المزرعة، والمحلات 94 جنيه. ارتفاع الأساس النهاردة أرض المزرعة 74 جنيه، أقل سعر 73 جنيه، والمحلات 80 جنيه للمستهلك. ثبات واستقرار الرز والفيوم النهاردة أرض المزرعة 76 جنيه، والمحلات 81 جنيه للكيلو. أمهات الأحمر البياض أرض المزرعة 54 جنيه، والمحلات 61 جنيه للكيلو. ارتفاع أمهات الساس والبياض 73 جنيه ل 74 جنيه أرض المزرعة، والمحلات 80 جنيه للكيلو. أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة ثبات واستقرار 58 ل 57، أقل سعر أرض المزرعة والمحلات 61 جنيه للمستهلك. البط المسكوفي أرض المزرعة 90 جنيه، والمحلات 95 جنيه للكيلو. مولر أرض المزرعة 80 جنيه، والمحلات 85 جنيه للكيلو. البط البلدي أرض المزرعة 100 جنيه، والمحلات 105 جنيه للكيلو. الفرنساوي أرض المزرعة 65 جنيه، والمحلات 70 جنيه. أما عن تنفيذ الأرنب أرض المزرعة 85 جنيه، والمحلات 90 جنيه للكيلو. جوز السمان أرض المزرعة 50 جنيه، والمحلات 55 جنيه للمستهلك. الروم الأبيض النهاردة أرض المزرعة 115 جنيه، والمحلات 125 جنيه للكيلو. الروم الأسود البلدي أرض المزرعة 120 جنيه، والمحلات 130 جنيه للكيلو. الحمام أرض المزرعة 85 جنيه، والمحلات 90 جنيه للجوز. ودي كانت الأسعار المعلنة النهاردة، نتمنى يكون القادم أفضل. لايك وشير للحلقة واشتغلوا ما توقفوش شغل، دايما القادم أفضل، انتوا بخير في كل حالاتكم. كان السوق حلو السوق مش حلو، انتوا دايما بخير، اشتغلوا ما توقفوش شغل. هو كده الشغل في التسمين بين يوم وليلة بيبدل الله من حال لحال، وصدقوني الشغل في التسمين حلو جدا. ربنا يرزق الجميع ويبارك للجميع. استنونا في حلقة جديدة، أشوفكم تاني بألف صحة وخير.